مشاهدينا ومتابعينا متتبعي عدسة تي في بازيدان، مستمرين معكم في إجراء اللقاءات بعد نهاية المباريات الختامية لبطولة روم عميد الأندية. في هذه اللحظات يسعدني ويشرفني بأن أستضيف أحد الحاضرين والمتواجدين وداعمين هذه البطولة، الكابتن ماجد الهزاني. في البداية أرحب بك، أمس عليك، شاكر لك تحت الفرصة، يعطيك ألف عافية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذا المجهود وهذا الحضور، ويعني الحمد لله أني شاركت مع أخواني اللاعبين حفلهم اليوم، وكانت الدعوة دعوة من أخي منظم البطولة نقل بقمي، والحمد لله جينا وشاركنا في الحفل واستمتعنا في المباراة. جميل جدا ماجد، إيش رأيك في اللي صار اليوم؟ مش كان شعورك وأنت جالس في المنصة تتابع المباريات النهائية؟ صراحة مجهود يشكرون عليه القائمين، يعني الدورة فئات سنية افتقدناها صراحة من زمان في حواري طائف، ما شاء الله تنظيم على أعلى مستوى ومهرجان جدا رائع، و صراحة استمتعت في المباراة واستمتعت يعني برامج الحفل، والحمد لله كانت يعني ليلة مميزة. يعني جميل جدا، ايش رسالتك للقائمين على هذا الدوري وعلى هذه البطولة؟ اقول الله يعطيكم العافية، وان شاء الله من كذا وافضل، وان شاء الله نشوف مواهب زي اللي شفناهم اليوم في اكبر الاندية وفي افضل في المنتخبات، الداعمين للكرة السعودية صراحة مواهب ممتازة جدا، واشكر اللي الدعوة اللي تلقيتها اليوم، واشكر الناس اللي عزموني على الحفل اليوم، واتمنى ان اكون شاركت مع زملائي في 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 هذا الحفل الرائع، واتمنى لهم التوفيق وشكرا لحضوركم.